لله رب العالمين على النتيجة. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى في الأول، ثم الجهاز الفني كابتن دكتور وجيه حمدي وكابتن أحمد زكريا وكابتن كريم جمعة. الحمد لله احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت كويس مع اللعيبة من الناحية البدنية والناحية المهارية، هما النهارده يعني شويه في الشوط الاولاني كان الاداء يعني مش قد كده شويه، ده نتيجه ان احنا الفتره اللي فاتت دي شغالين بحمل عالي شويه، لان الماتشات التمهيديه اللي احنا بنلعبها دي يعني مستواها مش زي الادوار النهائيه، فاحنا رافعين الحمل شويه، بس الحمد لله قدرنا في الشوط الثاني والثالث نقدر قدرنا الحمد لله نعمل فرق سكور كويس ونعمل نتيجه كويسه واداء كويس الحمد لله. احنا عندنا المجموعه متقسمه لمجموعات، احنا المجموعه بتاعتنا فيها بتروجيت الشرق الدخان، نادي بايونيرز اسكندريه، ونادي الحوار بالمنصوره. كويس ان شاء الله هياخدوا الاول وثاني من كل مجموعه، ان شاء الله نتعشى من ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون اصحاب مركز اول في المجموعه. بعد كده بنصفي بقى من الاول وثاني من التسع مجموعات اللي هيلعبوا بطوله الجمهوريه، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل نتيجه كويسه باذن الله. طبعا احنا راجعين من فتره اعداد ومحملين طبعا الفتره اللي فاتت ما بين الملعب وما بين الجيم وما بين التراك، فيمكن النهارده الاداء ما كانش احسن حاجه، وبرده نادي بتروجيت من الفرق المتوسطه مش التوب ليفل عندنا، بس الحمد لله كمجمل النهارده كبدايه بعد فتره اعداد الحمد لله مكسب النهارده مهم قوي في بدايه مشوار بطوله الجمهوريه. خلصنا الكره وخدنا اول الحمد لله، وان احنا داخلين الجمهوريه دي لازم ناخدها ونحافظ على اسم النادي الاهلي، وكنا مستعدين كويس قوي للمباراه دي، والحمد لله حققنا يعني الفوز وكسبنا 3-0 الحمد لله. احنا الحمد لله كسبنا 3-0 بمجهود الفرقه وطبعا باداره كابتن نادر، والحمد لله يعني الفريق اشتغل جامد جدا، والحمد لله ان شاء الله وعقبال الجمهوريه. بس احنا في الشوط الاول تعبنا جدا عقبال ما احنا يعني فوقنا ودخلنا المود الماتش، بس بعد كده الشوط الثاني والثالث كانوا سهلين جدا، ما كانش في اي مشكله خالص. واحنا بنيجي تمارين كل يوم، فاحنا بنخش بقى بنتمرن بكل الاساليب الممكنه عشان احنا يعني حاطين امل ان احنا ان شاء الله ناخد اول جمهوريه وبس. وطبعا كابتن نادر يعني هو اللي بيعمل كل ده. هو الحمد لله طبعا يعني على المكسب 3-0 زي ما حضرتك قلتي، وكمان برضه حضرتك قلتي الاداء كان حلو وكل حاجه تمام. يعني هو بالنسبه للانتقال يعني لسه جاي جديد فلسه يعني الحمد لله على منطقه القرار الاول، وبعد كده ان شاء الله الجمهوريه ناخدها.